السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعين قناة إنجليزي كل المراحل وبكل طلاب سنة ثالثة ابتدائي. شطار ثالثة ابتدائي، تعالوا النهاردة نبدأ مع بعض أولى فيديوهات شرح منهج الترم الثاني من منهج كانكت 3 2024 من كتاب المعاصر. تعالوا النهاردة، أنا عارفة أن أنتوا في أجازة، يا رب تكون أجازة سعيدة عليكم، بس علشان نبدأ منهجنا بدري ونخلص دروسنا إن شاء الله بدري. احنا هنبدأ النهاردة يونت 1 لسن 1، هنقرأ مع بعض كلمات درسنا بطريقة أصوات الحروف زي ما احنا متعودين على قناة انجليزي كل المراحل. هنعرف نربط ازاي بين صوت الحرف في العربي وصوته في الانجليش، وكمان هنقرأ الدرس، هنقرأ كلمة كلمة ونفصصه مع بعض كده، ونشرح الجرامر ونحل مع بعض كل تمارين كتاب المعاصر. ان شاء الله الفيديو يعود عليكم بالنفع والفايده. ياريت كده ندوس لايك للفيديو علشان يظهر لاكبر عدد من الطلبه ويقدروا يستفيدوا بيه بامر الله. مش عارفه اذا كانت الكومنتس مفتوحه ولا لا، هو بتبقى من اليوتيوب. لو كانت التعليقات مفعله ياريت ان انتم تقولوا رايكم في الفيديو وتكتبوا كومنت كنوع من التشجيع والدعم للقناه ليكم، علشان نفسي مجهودي يوصل لعدد كبير من الطلبه ويقدروا بامر الله يستفيدوا بيه. تعالوا نبدأ، يلا هنفتح كتاب المعاصر على بيج 12 ويلا نبدأ مع بعض. وعنوان اليونت بتاعنا Where are you from؟ Where، أين، Where. خلي بالك، تعالوا نعرف ازاي بننطقها. الأول ال W صوتها صوت حرف و زي صوت حرف الواو كده، وال H silent ما ننطقهاش. Where، أين. Are فعل مساعد، تكون. You أنت، from من يعني من أين أنت، أنت منين. لما أجي أسأل أي حد وأقول له Where are you from يعني أنت منين من أي بلد. Where are you from. تعالوا نتعلم مع بعض أسماء البلاد. إيه بلد الصين؟ اسمها، تعالوا قبل ما نقول اسمها، هي اولها حرفين السي والاتش، والسي والاتش بنطقهم تشا تشا تشا، تمام. تشاينا تشاينا تشاينا، الصين. ايجيبت ايجيبت ايجيبت، مصر. الواي كانه حرف صوته زي حرف اليه شويه. لما اجي ارحب بحد وبقول له ويلكم، السي بنطقها بصوت حرف الكي، ويلكم ويلكم، مرحبا. صديق اسمه فريند فريند. منزل هاوس، الاتش ها ها صوت حرف اله، والاو مع اليو كاني بقول او. بجد بصوا فرق كبير لما تعرف أصوات الحروف وتعرف إزاي تربط بينها وبين العربي، هتسهل جدا جدا على أطفالنا في نطق الحروف وفي حفظها، وكمان في الكلمات بقى إن نحفظ الكلمات، وهيبقى سهل على الطفل إن هو يقدر يقرأ أي كلمة إن شاء الله، وبعد كده أكيد يكتبها. هاوس خلوا مرحلة الكتابة للآخر خالص، صدقوني لو الطفل عرف يقرأ كويس ويعرف يحفظ الكلمة هيعرف بقى يكتبها عادي. هابي هابي، سعيد. طيب اسم معناها نيم نيم، اهلا هلو هلو، هنا معناها هير. اطفال children children children، اطفال. تعالوا بقى يلا زي ما عودتكم في قناة انجليزي كل المراحل، كل سؤال بين الصفحات بنحله مع بعض. اول هنا بيقول لي مديني صور، بيقول لي look and write the words، بص كده للصوره واكتب تحتيها الكلمه اللي بتعبر عنها. طيب تعالوا نشوف اول صوره ايه. اول صوره هنا بصوا كده، صوره اهي بنت مع صاحبتها، فهنقدر نقول صديق، وصديق اسمه friend friend. تعالوا نكتبها مع بعض كده، يلا نكتب مع بعض. بصوا اول حاجه ف ف صوت حرف ايه ده، الاف، تمام. ها فر ار ار صوت حرف الار، وفر الاي اللي هي ايه، فرن حرف الان، وبعدين الدي.
تمام؟ يبقى كده هنكتب friend. بعد كده هنا صورة بلد الصين تشاينا، اكتبها ازاي؟ ابقى عارف ان اول ما اقول تشا يبقى السي مع الاتش، تشاي اي حرف الاي، تشاين حرف الان، تشاينا الصين اهي. طيب لما اجي اقول ويلكم مرحبا اقولها ازاي؟ و حرف الدبليو كانه صوت حرف الواو، والايه حرف الاي، وال حرف الال، والك ك السي كانها ك، كم او هي صوتها هنا ا، م حرف الام، والاي في اخر الكلمه بكتبها وما بنطقهاش. طب بيت يعني ايه؟ هاوس. تعالوا نكتبها مع بعض. ها الاي اتش صوت حرف اله، هاو او الاو مع اليو، اول ما اقول او الاو مع اليو، هاوس س حرف الاس، والاي في اخر الكلمه بكتبها وما بنطقهاش. تعالوا بقى يلا نروح لبيج 13 وهنقرا مع بعض. هنعرف ايه بقى؟ بصوا هنا في كتاب المعاصر مديني العلم ومديني البلد والناشوناليتي الجنسيه، ناشوناليتي الجنسيه. تعالوا نشوف يعني لو انت من مصر يبقى انت الناشوناليتي بتاعتك الجنسيه بتاعتك مصري، لو انت من الصين يبقى الناشوناليتي صيني. تمام تعالوا نشوف، هنروح لبيج 13. تعالوا يلا بقى كده اهو، بصوا اهي يلا نشوف. هنا اهو فلاج معناها علم، فلاج علم، وكانتري بلد، ايجيبت ايجيبت مصر، الناشوناليتي ايجيبشن ايجيبشن. تعالوا نشوف قريناها ايجيبشن ليه. يلا نشوف، بصوا التي والاي والاي الثلاث حروف دول انا عامله لكم على القناه كده شورتس، فيديوهات شورتس مدتها دقيقه ودقيقه ونص، فيها الحروف كده لما بتيجي جنب بعض بننطقها ايه. التي والاي والاي الثلاث حروف دول بنطقهم بصوت حرف الشين. تمام تعالوا نشوفهم كده، اي جب شن. شفتوا اهو سهل علينا قوي في الحفظ، اي ج اهي، والجي كانها الج ج، والواي كانها صوت اليه شويه، اي جي ب ب شن، ايجيبشن ايجيبشن ايجيبشن، ايجيبت ايجيبشن، تشاينا الصين، تشاينيز. خلي بالك الاس هنا هنطقها كانها زد علشان بين حرفين متحركين، الاس كانها زد، تشاينيز تشاينيز صيني، فرانس فرانس فرنسا، فرنش فرنش فرنسي، امريكا 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 امريكا، السي بنطقها كانها صوت حرف الكي، امريكان امريكان امريكي. تعالوا بقى نتعلم ازاي نعبر عن نفسنا ونقول انا من مصر انا مصري، اقولها ازاي؟ تعالوا نشوف اي ام، لازم اقول لكم اي ام دي اساسها ايه. انا يعني اي، انا يعني اي، انا يعني اي، اكون ام اي ام. فاكرين الفيديو بتاع فيرب تو بي؟ فاكرين ولاد فيرب تو بي ام وايز وار؟ اي اي لازم لازم تيجي معاها الام، لازم تيجي معاها الام. اي معناها انا، وام اكون، اي ام انا اكون، الاختصار بتاعها اي ام، بشيل الاي وبحط بدلها الابستروفي وبتبقى اي ام اي ام انا اكون. تمام طيب تعالوا نرجع بقى هنا للكتاب ونشوف ازاي اقول انا من مصر. قبل الدولة قبل اي بلد بكتب حرف الجر ده اللي هو فروم، فروم دي الكلمة دي معناها من، بتيجي قبل البلد، بتيجي قبل البلد. يعني انا عشان اكون سنتنس جملة، احنا شطور بقى كده ابطال تالتة ابتدائي، فبصوا كده اهو هنا هقول ايه، I am انا اكون من، فروم واسم البلد، I انا am أكون from من Egypt مصر، I'm from Egypt أنا من مصر. طيب أنا مصري بقى، أنا أكون مصري، I am Egyptian I am Egyptian. تمام طيب تعالوا هنا
الولد ده هيقول لنا انا من فرنسا، هيقولها ازاي؟ I am from France. I am from France. I am French. طيب ازاي الولد ده بقى يقول انا من امريكا؟ I am from America. I am American. طيب الولد ده هيقول لنا ازاي انا من الصين؟ I am from China. I am Chinese. تعالوا نروح كده للدرس بتاعنا بقى ونقرا مع بعض كلمه كلمه، واحنا دلوقتي في بيج 14 في كتاب المعاصر. يلا بينا. هنا احنا دلوقتي في اهو دي conversation، دي محادثة بين هاني وهنا وأميرة ويوسف وكلهم في بيت السيد وان. وتعالوا نشوف هو جنسيته ايه ونشوف هو من مصر ولا ايه. بصوا كده اهو، اول حاجة اللي بيتكلم هنا الولد دوت اهو، تعالوا نشوف هنا بيتكلم بيقول ايه. بصوا بيقول ايه. This is the house. This is. This is. This is معناها ايه؟ مش هينفع اعديها ولازم افكركم بيها. ها This is اسم اشارة. This is. This is. This معناها هذا او هذه، اسم اشارة للمفرد بشاور بيها على حاجة واحدة بس وقريبة، وthis لازم يجي معاها is. This is. This is. هذا يكون، هذه تكون. خلي بالك لازم لازم يجي بعدها إيه. تمام تعالوا نشوف، يلا نكمل. لازم نهتم بالتفاصيل علشان نعرف نكتب جملة بطريقة سهلة. This is the house. هذا هو البيت of my father's friend. هذا بيت صديق والدي. Mr. One. Here are his children. هنا بيكونوا أولاده. Their names وأسمائهم are هم ليو ليوي and ويتشن مين. تمام ويتشن غمين. طبعا واضح من أسمائهم إنهم أسماء صينيين. تعالوا نشوف هنا بقى، بصوا هنا البنت هنا بتقول لهم hello ليوي and تشانغ مين. تعالوا هنا نشوف بعد كده، بصوا بيردوا عليهم التحية اهي. البنت هنا بتقول لهم hello اهلا. بعد كده الولد هنا بقى حابب يسألهم انتوا منين، فبيقول لهم where are you from. where are you from. فبيردوا عليه الولد، بيرد عليه وبيقول له we are. خلي بالكوا دي اختصار، where دي اختصار. اختصار لايه؟ تعالوا نرجع لولاد verb to be. بصوا كده اهي، شايفين we ديت اهي، we معناها نحن. اختصار المفروض تبقى we are. we are نحن نكون. الاختصار بتاعها اهي we، وبشيل الاي وبحط بدلها الابستروفي وبتبقى الار والاي بدل we are where. طيب تعالوا نشوف هنا بعد كده قال لها ايه. قال لها we're from Egypt. احنا من مصر. we're Egyptian. احنا مصريين. بعد كده بصوا الولد هنا بقى بيرحب بيهم وبيقول لهم مرحبا بيكم في مصر، وبيقول لهم welcome to Egypt. welcome to Egypt. الولد بيشكره وبيقول له thank you. التي والاتش بنطقها بصوت حرف الس. thank you. I'm happy to be here. انا مبسوط ان انا موجود هنا. تعالوا بقى نحل كده في بيج بيج 15 كده ونشوف نحل مع بعض السؤال ده. رقم 1 هنا هنختار رقم 1 he is. هو يكون. هو يكون ايه؟ خلي بالكوا في حاجة عشان اختار من هنا لازم ابقى عارف حاجة. احنا قلنا ان لازم لو انا بقول هو، طبعا he بصوا اهي he بيجي معها is. he بيجي معها is. هو يكون. لو انا هقول هو يكون من بلد انا لازم اكتب from قبلها. احنا لسه قايلينها اهو. لو انا هقول انا من بلد فلازم اكتب كلمة from. لكن لو انا عايز اقول هو يكون ايه بقى، يبقى انا هقول الناشوناليتي على طول، الجنسية. يبقى هي is American. يعني ما ينفعش اقول هو يكون مصر ولا هو يكون الصين صح، لكن ينفع اقول هو يكون امريكي. طيب number two welcome Egypt. حرف الجر اللي بيجي بعد welcome هو to. welcome to
Egypt. رقم 3 I'm from. اه شفت from بقى؟ انا اكون من. بعد from دي هيجي على طول اسم بلد. طيب هما كلهم اسماء بلاد، هختار ايه؟ تعالوا نشوف باقي الجملة. دايما لما يكون عندك جملتين فول ستوب اهو، والجملة ناقصة كلمة، الجملة الكاملة هي اللي بتكملها لك. الجملة الكاملة بتقول لك I'm Chinese، انا صيني. يبقى هو اكيد منين؟ من تشاينا. يبقى لما الاقي تشاينيز، اما الاقي الناشوناليتي هختار الاسم البلد. طيب رقم 4 I'm from Egypt، هنا جايب لك اسم البلد، انا من مصر، يبقى انا اكيد ايه؟ مش اكيد Egyptian، مصري. طيب رقم 5 not are you from. طيب انا كده ناقص عندي هنا كلمة في السؤال، فانا بعرفها من الانسر اللي عندي، من الرد. I'm from France، يبقى هو سألني ايه؟ وقال لي انا من فرنسا، يبقى هو اكيد قال لي انت منين؟ Where are you from. رقم 6 we احنا ايه from China. اه احنا خلاص بقى شاطرين وعارفين ولاد verb to be، وفي فيديو كده على القناة عن verb to be. عارفين ان we بيجي معاها ار والاختصار بتاعها بيبقى كده، فبكل سهولة هختار دي على طول. رقم 7 I'm from، انا من ايه؟ I'm American. هنا شفت الناشوناليتي، فانا هختار على طول امريكا. تمام تعالوا نروح بقى لبيج 16 ونشوف مع بعض. هي بصوا نفس اللي احنا قلناه، تعالوا نشوف مع بعض. هنا برضو بيتكلم ازاي ان انا ask about the country where someone lives، ان انا اسأل عن اسم البلد اللي الشخص منها. فاحنا بنقول where اين، يعني فين، بسأل بيها عن المكان، اداة استفهام. اخترت are علشان are صاحبة you، علشان نرجع برضو لولاد verb to be. علشان كده بقول لكم فيديو verb to be ده مهم جدا جدا، هتلاقوه على القناة في سلسلة قائمة تشغيل، في قائمة تأسيس القواعد اللغة الإنجليزية. بصوا اهو you لازم تيجي معاها are، لازم تيجي معاها are. هنا قلت where are you from، خلي بالكو لما حد يسألك من اين انت، فانت هترد هتقول له ايه؟ انا اكون I'm from واسم البلد. طيب تعالوا كده نحل هنا. بصوا ازاي نحل سؤال الترتيب، يلا نشوف نحله ازاي. هنا هنكون سؤال، اول حاجة وير. طيب اداة الاستفهام بعد السؤال بنده للفعل المساعد. طبعا على قناة انجليزي كل المراحل دايما بقول لكم تكوين السؤال ده بينفعكم جدا جدا في كل المراحل الدراسية. اول حاجة اداة الاستفهام، هنا عندنا وير. بعد كده بعد اداة الاستفهام لازم اكتب الفعل المساعد اللي هو هنا ار، اهو ار. بعد الفعل المساعد ببدأ اكتب الفاعل اللي هو هنا يو. Where are you from؟ وبس كده، كده كوننا السؤال. يلا بقى نكون جملة. هنا في number 2 أول حاجة I'm، أنا أكون، ولازم يجي إيه؟ كلمة from اللي هي من، وأمريكا اسم البلد I'm from America. رقم 3 أول حاجة she هي، والشي بيجي بعدها دي الفاعل، دي الفاعل. انا هكون جملة، الجملة بتتكون من ايه؟ تعالوا اقول لكم، بصوا كده تكوين الجملة في الانجليش لازم الفاعل الاول وبعد كده الفعل. طيب الفاعل هنا مين؟ الفاعل هنا شي. طب فين الفعل؟ is. she is هي تكون، فرنش فرنسية. طيب رقم 4 هي ده الفاعل، والفعل is he is هو يكون، from من تشاينا الصين. بس كده خلصنا درسنا، يا رب اكون قدرت افيدكم. تنسوش اللايك للفيديو والشير، شيروا الفيديو مع اصحابكم كده وعرفوا اصحابكم بالقناة. يا رب الاستفادة كلها تعم عليكم. باي باي.